للموحشة التي عشتها وحدك في غرفتك على سريرك الأبيض في المستشفى الأسباني قبل وبعد الجراحة الدقيقة الأخيرة، فإننا مهتمون بتذكيرك أن العمر لحظة، وأن القلب الذي خلقه الله لينبض بالحق ويذكر اسمه لن يحتمل كثيرا ضغوط الرضوخ للنفاق وأهوال الأصوات الصادقة وإن كانت خافتة أو هامسة من الضمير. أهلا بك في ساحة القضاء، رغم علمي أنك لن تدخل الأمر ببدنك ولا حتى بفكرك، تاركا الأموال تحرك القطار المشحون بالانفعالات دون الحقائق، المهاترات دون الوثائق، القطار المفعم بالعشوائيات من الاتهامات دون الأسانيد من الحق أو الفعل أو الصورة، وكلها سلاحنا الفتاك. أرى من الآن ممثلكم واقفا أمام القاضي صارخا: سيادة القاضي، المتهم قال في برنامجه الزمالك بطل الدوري مبروك، وكما تعلم سيادتكم ويعلم الجميع أن كلمة مبروك تدخل تحت قائمة السب والقذف، المتهم قال مبروك أمام الجميع دون حياء أو خجل. ثم يعود ممثل الزمالك ملوحا بمشهد لركلة جزاء وهمية تجاهلها الحكم للزمالك في الدوري قائلا: انظر يا سيادة القاضي، لولا تحريض علاء صادق للحكام لاحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك ليحقق بها الفوز المستحق على إنبي وعلى الجيش وعلى بتروجيت وضربة جزاء ثانية على الشرطة. تأكد يا سيادة القاضي أننا في إدارة الزمالك لم نكن لنسمح لمحمود فتح الله أن يسدد أيا منها ليهدرها كما فعل 3 مرات في الموسم الماضي. لم نترك يا سيادة القاضي أحمد جعفر يسدد أيضا ليهدر كما فعل أمام الاتحاد. لقد اشترينا يا سيادة القاضي النجم أحمد حسن خصيصا لتنفيذ ركلات الجزاء، نسبة نجاحه معنا 100%، لكن الحكام لا يمنحوننا ما نستحق من ركلات جزاء في كل المباريات، والسبب التحريض المتكرر من علاء صادق. سيادة القاضي، لا يغرنكم أن كلام علاء صادق كان صحيحا في ركلة الجزاء الوهمية التي احتسبها الحكم محمود عاشور للزمالك أمام المقاولون العرب من تمثيلية واضحة لشيكابالا، فتلك اللعبة خطأ بشري يتكرر مع كل الفرق وليس للزمالك وحده كما يدعي علاء صادق في برنامجه التحريضي المغرض على شاشة النهار. ولا يخدعك الهدف الذي احتسبه الحكم الممتاز خلقا وعلما وعملا وعقلا وبدنا محمد عبد القادر مرسي للزمالك في غزل المحلة رغم سقوط الكرة خارج المرمى، مشهد تكرر مئات المرات وفي مباريات عالمية وآخرها لقاء إنجلترا وألمانيا في كأس العالم الأخيرة في جنوب إفريقيا. وهنا تضج القاعة بالضحك والهمز واللمس، وترتفع الأصوات من الجميع أن اللعبة التي قصدها المحامي كانت هدفا لإنجلترا ولم تحتسب وليست خارج المرمى واحتسبت كما فعل قدورة والكرة بعيدة عن خط المرمى بمترين. يتدخل الدفاع مقاطعا وقائلا للقاضي: دفاعنا هو من تدخل إذا كان علاء صادق يحرض الحكام ضد الزمالك وهم يتأثرون بكلامه كما يدعي الزميل محامي نادي الزمالك، فلماذا ينفرد الزمالك وحده دون كل أندية مصر بل دون كل أندية العالم في الموسم الحالي؟ مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي في إنجلترا، ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا في أسبانيا، يوفنتوس وميلان ولاتسيو وباليرمو وإنتر في إيطاليا، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في ألمانيا. الزمالك فقط ينفرد أنه النادي الوحيد في العالم الذي لم يحتسب ضده حكام بلده أي ركلة جزاء حتى اليوم. أكاد أتخيل سيادة القاضي، أنا أتخيل القاضي وهو يسأل المحامي ببراءة: كيف الحكام المصريون الأفاضل الخاضعون لتحريضه المؤسف كما تدعي اختصوا الزمالك وحده في العالم بنظافة سجله من ركلات الجزاء حتى اليوم؟ الزمالك فقط في العالم، تتعالى الأصوات هنا
من أنصار الزمالك الحاضرين في القاعة مندهشين إذا كان علاء صادق يحرض الحكام ضد الزمالك باستمرار، وهم لا يحتسبون ضد الفريق أي ركلة جزاء باستمرار، فأهلا بالتحريض، إنه لصالح الزمالك. ألا يلاحظ مجلس إدارة الزمالك أن تحريض علاء صادق انقلب لصالح النادي، وأن الحكام يتعمدون إظهار علاء صادق في ثوب المخطئ، وتجيء كل تقديراتهم لصالح الزمالك؟ إن تحريضه يخدم النادي جدا. وأتخيل تدخلا جديدا من القاضي لتهدئة القاعة. ويعود محامي الزمالك في مرافعته التاريخية، المرافعة التي ستنال الميدالية الذهبية في المرافعات، وتشارك في الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا للمرافعات الكروية في القضايا التحكيمية. سيادة القاضي لا تستمع إليهم حول عدم احتساب أي ركلة جزاء ضد الزمالك حتى الآن في الدوري أو الكأس عبر 18 مباراة متتالية، لأننا نمتلك دفاعا ممتازا لا يخطئ داخل منطقة الجزاء. الكرة التي اصطدمت بذراع هاني سعيد أمام تليفونات بني سويف كانت عفوية تماما، والكرة التي أبعدها هاني سعيد في المباراة التالية مباشرة مباراة المصري بيده من داخل منطقة الجزاء كانت غير متعمدة، وهو ما شهد به الحكم الدولي المحايد سمير عثمان، وهو بالمناسبة حكم دولي قديم ومحنك وله خبرة تفوق خبرة علاء صادق وأمثاله من المغرضين في اكتشاف صفاء نية المدافع هاني سعيد عندما يبعد الكرة، بينما اكتشف سوء نية المدافع كريم زكري عندما اصطدمت الكرة بذراعه لمنع هدف مؤكد للزمالك في مباراة بتروجيت في الموسم قبل الماضي. ويضيف محامي الزمالك: سيادة القاضي، الحكام المصريون هم أنبل وأشرف حكام العالم، دعك من اتهامات طائشة خرجت ضدهم من نادي الزمالك في عهوده السابقة، دعك من انسحابات متكررة للزمالك من الدوري والكأس في أعوام سابقة بسبب اتهامات مباشرة للحكام المصريين بالتواطؤ مع الأهلي. ولتنسى يا سيادة القاضي ما قالته إدارة الزمالك السابقة من اتهامات وعبارات ضد الحكم المصري ياسر محمود بعد مباراة مصر المقصة في الموسم الماضي، أو ما قالته إدارة عباس ضد الحكم المصري توفيق السيد بعد مباراة الشرطة في الموسم قبل الماضي، كلها تاريخ قديم نود أن ننساه، ياريت كمان تنساه. زمالك اليوم جديد يؤمن بعدالة حكامنا ويطالب بوجودهم في كل المباريات المحلية والدولية، بل ويدعم إسناد إدارة مباراة القمة المقبلة ضد الأهلي إلى سمير عثمان أو الدورة أو عاشور أو فاروق أو شعبان أو جريشة أو غيرهم من أنبل حكام مصر والعالم وأكثرهم وعيا بقانون اللعبة ونوايا اللاعبين. وتختتم المرافعة بطلب إلغاء برنامج حاد وجاد نهائيا، ومسح كل حلقاته السابقة، وإغلاق قناة النهار سبورت مع نقل بعض برامجها الداعمة للزمالك إلى قناة النهار دراما، ونقل بعض المذيعين إلى قنوات الكوميدية، وإحالة المتهم علاء صادق إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه وقدراته وعلى رؤيته غير السليمة التي تجعله يرى كرة عمرو زكي في هدف المحلة الأول خارج المرمى، ويرى لعبة هاني سعيد أمام المصري لمسة يد. سيادة القاضي، علاء صادق مختل عقليا، وأمثاله لا يصلحون أبدا للظهور على الشاشات. ادخل على المواقع الطفيلية الضحلة التي تصفه بالندابة والموتور تارة وبالفشل تتارة، لتتأكد من اتفاق الرأي العام ضده لصالح مصر
اشطبوه. لقد خدع هذا المختل مصر والعالم العربي 37 عاما في الإعلام، خدع أكثر من 50 صحيفة وقناة تلفزيونية عمل بها متسترا برداء الثقافة، تلاعب بالتاريخ في 52 كتابا رياضيا أصدرها، وللأسف كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضحية لتلاعبه في كتابه الذي صدر بثلاث لغات عن اليوبيل الذهبي عام 2007. سيادة القاضي، دعك من اختياره منفردا المحاضر الأول والأوحد في اتحاد إذاعات الدول العربية لعشر سنوات متصلة، ولا تعبأ باختياره رئيسا للجنة التقييم والاختبار في جائزة دبي للصحافة الرياضية العربية لعامين متتاليين. ولا تنظر سيادة القاضي للمئات من تلاميذه المنتشرين في كل بلاد العالم العربي وأغلبهم يدين له بالفضل في تفوقه ونجاحه، كلهم مخدوعون في ذلك المختل. سيادة القاضي، ابعدوا علاء صادق عن الشاشات لتطهير الإعلام من أمثاله المدعين بتقديم الوثائق والأرقام واللقطات، وهو أسلوب قديم عفى عليه الزمن. الإعلام الحديث قائم على الرأي والرأي فقط. الإعلام الحديث هو ما قدمه الإعلام المصري الحكومي على شاشاته على مدار 30 عاما دون أن يتعلم منه علاء صادق شيئا. عنواننا: ابعدوا علاء صادق عن الشاشات لتطهير الإعلام. وضيوفنا أبطال عالم، هم من يستحقون إلقاء الضوء عليهم،